بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه بمناسبه ذكرى عيد الجمهوريه كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه مماثله الى معالي السيد احمد الحشاني رئيس الحكومه التونسيه.